ارجع يا انا بدي فوتك واحد واحد بس احنا تصريح انا ثواني يا بابا الاصطناعي تحت الحراريه يعني كان يعني تخيل التاثير الكبير كان انا وش الاكسجين يعني حطوا جهاز تنفس اصطناعي عادي مع البدنيه لما انقطعت الكهرباء كان مبين على شكلها ومبين على وجهها انه يعني بتأشر لنا انه اكسجين اكسجين ضل الاكسجين يعني يعني بلش وجهها ينشف يصير اسود واصفر يعني بلش يعني هيك شوي شوي بلش جلدها يذبل في وجهها تقريبا ضل الكهرباء ظلت مقطوعه 25 دقيقه يعني عن الهاي بعد ما رجعت الكهرباء كان لسه فيها شويه نفس ضلهم ينعشوا فيها ينعش فيها تقريبا ربع ساعه وثلث ساعه حتى ماتت يعني كان يعني كان كل شيء مستقر قبل ما تقطع الكهرباء الضغط مستقر الدقاتق المستقره ما في عندها اي مشاكل يعني بعد ما انقطع الكهرباء اختنقت وكان مبين عليها انه اختناق وما يعني ما كان يعني خلص كان يعني كان فات الاوان يعني انه لانها كانت فتره طويله انقطاع الكهرباء وفاة والدتي كانت بعد انقطاع الكهرباء وكانت بسبب الاختناق واحنا بنطالب انه يعاقب المسؤولين عن هذا الفساد وهذا الانقطاع في الكهرباء يعني ما بعرفش هم ما تعلموا من مستشفى الصلت يعني ورجعنا لحاله هذا المستشفى ونفس الهاي طب ما جهزوا حالهم ما حطوا كهرباء اضافيه ما حطوا مولدات اضافيه على اساس انه يعالجوا في حال انها انقطعت الكهرباء والله ما بنعرف لسه ما فيش يعني بعد خبره بس انا مش مخليني ادخل لا انا مخلوني ادخل لا خلوني اعرف والدي شو قصته شو اخباره شو وضعه ما بعرف